معالي الوزير، اليوم نتحدث أيضا عن جانب التمكين. حقيقة المقارنة بأن احنا اليوم نتحدث عن الجانب العربي بين بلداننا العربية لتمكين المرأة في تسنمها مناصب سيادية وقيادية في بلدانهم. اليوم لو قارنا بين المرأة العربية والمرأة الأوروبية في قضية استلام هالمؤسسات والوزارات والتشريعات وأن تكون قيادية، من استطاع أخذ أكثر حق المرأة الأوروبية من المرأة العربية؟ لا، إذا يعني أنا بعتقد إنه المقارنة من ناحية الأرقام مش مصالح المنطقة العربية كثيرا، لأنه في هنالك خارطة في كل العالم اسمها خارطة النساء في العالم، تصدرها الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، كل عام تصدر هذه الخارطة تتكلم عن الأرقام من ناحية التمكين، يعني النساء على كافة المستويات السياسية من مستوى رئاسة الدول إلى مستوى رئاسة الوزراء إلى مستوى رئاسة البرلمان إلى التمثيل في الحكومة إلى التمثيل في البرلمان. هنالك حقيقة تقدم للمنطقة، أوروبا، أمريكا اللاتينية، أيضا أفريقيا، في كثير من المواقع والأمور. يعني الخارطة ستصدر في شهر 3 بمناسبة انعقاد يوم المرأة العالمي، مؤتمر مؤتمر المرأة أو لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، وستصدر الأرقام لهذا العام. ولكن أنا بعتقد أنه المهم في كل الدول أن يكون هنالك مسار واضح وأن يكون هنالك دائم تقدم إلى الأمام. يعني مرات في بعض الأحيان ننظر إلى يعني إلى ما حققناه ونجد بأنه ليس يمكن على مستوى الأرقام مساوي لبعض، ممكن النوعية تتفوق على الكام. وأيضا لابد أن نعي بأنه كل دولة لديها تحدياتها. يعني إحنا في الأردن الآن أغلب التمكين السياسي لدينا معتمد على الأفراد وليس معتمد مثلا على الأحزاب كما هو الحال في بعض الدول الأخرى العربية أو الأجنبية. هنالك عوامل عديدة تدخل في موضوع الأرقام، ولكن أنا بعتقد أنه في إرادة حقيقية في المنطقة العربية وفي خطوات جدا مهمة، لا يمكن أن نغفل ما يجري في الخليج العربي طبعا. تحديدا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، التمكين الكبير اللي حصل في المرحلة الأخيرة على صعيد قوانين الأحوال الشخصية، على صعيد التمثيل السياسي في مجالس الشورى أو في المجلس الوطني في الإمارات، وجود نساء تستطاعوا في تلك الدول في الإمارات وفي مثلا البحرين أن يصبحن رئيسات للبرلمانات مثلا. فيعني هنالك يعني خطوات هامة وكبيرة، لكن أنا بعتقد بأنه أيضا علينا أن نكون نعي تماما بأنه عملية التغيير يجب أن يرافقها دائما تغيير في الثقافة، لأنه هذا اللي بيعطي الاستدامة الحقيقية. معالي الوزيرة، لعلها واحدة من أهم الأسباب التي تعيق تمكين المرأة بعض المعايير الثقافية، بعض أيضا المصالح نتحدث بشكل عام، ليست مسؤولية المشرعين وليست مسؤولية الحكومات فقط. نحن بحاجة أيضا للمؤسسات المدنية لأن تلعب دورا أكبر في الحفاظ على هذا التمكين للمرأة. ما هي المعيقات وأصعب وأهم المصاعب التي تواجه المرأة في ظل هذه الظروف؟ هذا جدا مهم، وأنا بعتقد مرة ثانية أنه الثقافة جدا مهمة. الآن المسار اللي أطلقه جلالة الملك للتحديث السياسي، يعني أول وأهم عامل فيه هو الثقافة المدنية، كيف نربي أبناءنا في المدارس، التربية المدنية في المدارس، كيف نربي أبناءنا على قيم حقوق الإنسان، على احترام حقوق المرأة، على أن المرأة فاعل ولاعب حقيقي في السياسة. هذا أنا باعتقادي جدا مهم. تأتي بعد ذلك تدابير مثل الكوتات والحصص التي يقدمها المشرعين أو تقدمها الحكومات كعوامل محفزة، ولكن علينا أن نعمل كثيرا على التعليم وعلى الثقافة. وأيضا يجب أن يكون هنالك دور كبير تلعب وسائل الإعلام، والآن الإعلام الموازي اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، بما يعني هنالك مثلا وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار رافقوا أيضا تحديات.
تحدي العنف السياسي، تحدي التنمر الكبير الذي قد يصاحب وصول بعض النساء إلى مواقع صنع القرار والحكم عليهن من طريقة اللبس أو من طريقة الظهور أو من طريقة الكلام. يعني هنالك تحديات أيضا بالنسبة لنا في الأردن مرتبطة كما قلت بأن الوصول في البرلمانات السابقة كان وصولا فرديا، في حين بأنه إن شاء الله بدءا من البرلمان القادم سيكون هنالك حصة للنساء في الأحزاب. أيضا التحدي الاقتصادي، لأن المرأة تحتاج إلى أن تستثمر بنفسها، لأنه ما في حزب بوقف أو يقف وراءها أو يسندها في وصولها، فبالتالي هي تحتاج إلى أن تستثمر. فهنالك كما قلت أنت المصالح والداخلين الجدد إلى عالم السياسة دائما أقول لهم يلاقون بعض المقاومة، لأنه المقاعد والحصة محدودة، فبالتالي أي داخلين جدد سواء من الشباب سواء أحزاب تحمل أفكار جديدة، نساء لم يتعود المجتمع والمناطق والدوائر المحلية على إخراجهم، أكيد بالتأكيد سيلاقي مقاومة ممن كان مسيطر تاريخيا على هذه المواقع. فبالتالي من المهم جدا الوعي بكل هذه التحديات واجتراح الحلول. يعني واحد من أهم الأمور اللي دائما بنتكلم عنها موضوع أنه كلما كان هنالك تحكم كبير بقدرة المال مثلا على يعني على التحكم في السياسة يكون هناك فرص أفضل للنساء وللشباب، كلما كان هنالك فرص متساوية في الظهور الإعلامي، فرص متساوية في الوصول إلى الموارد داخل الأحزاب إن شاء الله مع وجود الأحزاب في الانتخابات القادمة، أنا بعتقد في فرص أفضل راح تكون للنساء. معالي الوزير عذرا على المقاطعة، لكن في بعض الأحيان ذكرت كثير من المعوقات ونسينا قضية مهمة، قضية بعض النساء لا تدعم النساء حقيقة في بعض المناصب للترشيح والتصويت على مناصب مهمة، تكون ما أعرف جزء من الغيرة يكون، بالإضافة إلى بعض المجتمعات تعتبر. يا أخي أحمد أنا نفسي واحد مرة يسألني بعض الرجال لا يدعمون الرجال. يعني بتحصل بتحصل يعني ليس بالشرط أو واجبا على كل النساء أنهم ينتخبوا النساء، يعني كما هو الحال بالنسبة للرجال. يعني بالعكس إذا بدك تجربتي أنا الشخصية وتسألني عن تجربتي، لطالما كانت النساء داعما حقيقيا في مسيرتي ومساري. كان إحنا في الأردن لدينا المصوتين من النساء في مراكز مختلفة عن المصوتين من الرجال، فنستطيع أن نعرف مثلا عدد الأصوات التي تأتينا من النساء. راح تشاهدون الرجال اللي يصوتون للنساء أكثر مثل ما نشوفها ببلداننا، بالإضافة إلى بعض المجتمعات تعتبر المرأة الحلقة الأضعف حقيقة. هذا خطأ. هو أنا بعتقد هل هي ثقافة برضو مغلوطة؟ هي في ثقافة يعني مغلوطة. هو الذكورية قد يعني تكون في صورة مرأة وقد تكون في صورة رجل. يعني هو التفكير نفسه، ولكن لا أعتقد إنه الأمر له علاقة بالجنس بقدر ما له علاقة بالنمط اللي نشأ عليه الشخص بحد ذاته، لأنه بالتأكيد وجد الدعم كبير من الكثير من الرجال والكثير من النساء وأنا وغيري. يعني وهذا يمكن تسأله لأي سيدة في الأردن، لكن أن يعني نبقى نركز على قصة بأنه النساء، لأنه هذا موروث في بعض الأحيان وثقافة ويحتاج إلى أن نعمل عليه وأن نعمل عليه جيدا، لأنه هذا له علاقة أكثر بثقافة المجتمع، بتركيبة المجتمع، بالنمط الفكري وكيف تنظر المرأة إلى المرأة وهل فعلا تثق بها أو لا.